بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية دارسي مقررات كيمياء 3، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة الكيمياء. ده الجزء المعروض أمام حضراتكم، كنا درسناه في اللقاء السابق اللي هو ثابت الاتزان، وقلنا لما قيمته تساوي 1 معنى ذلك أن تركيز النواتج يساوي تركيز المتفاعلات. إذا قلنا قيمة KEQ أكبر من 1 معنى ذلك أن تركيز النواتج أكبر من تركيز المتفاعلات. إذا كانت KEQ اللي هي ثابت الاتزان أقل من 1 معنى ذلك أن تركيز النواتج أقل من تركيز المتفاعلات. طيب هنستعرض اليوم من بقى جزء جديد، احنا كنا عرضنا العنوان في اللقاء السابق بس هنبدأ نشتغل عليه دلوقتي، اللي هو تصنيف الاتزان الكيميائي. بيصنف الاتزان يا ولاد إلى قسمين، اتزان اسمه متجانس واتزان غير متجانس. بمعنى ايه يا استاذ اتزان متجانس وغير متجانس؟ الاتزان المتجانس معناه ان المواد المتفاعله والناتجه كلها في نفس الحاله الفيزيائيه، يعني يا اما غاز يا اما اكوس يا اما زي كده محلول ماء يعني، تمام زي كده. لما نبص مع بعض احنا المتفاعلات والنواتج، هي المتفاعلات اللي المواد اللي عليها صار اسمها متفاعلات، هنا حرف غاز جي يعني غاز يا اولاد، الجي الحرف الصغير ده جي غاز، جي غاز، يبقى كل المواد المتفاعله والناتجه في نفس الحاله الفيزيائيه، يبقى اسمه اتزان متجانس. كلام اعتقد بسيط جدا، تمام. كيف تحسب ثابت الاتزان؟ اهو ثابت الاتزان بنحسب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات وانتهى الامر. النواتج اللي هي ان اتش 3 اللي هو الامونيا، القوس المربع ده معناه تركيز، يبقى لما اجي اقرا القوس المربع اقول ايه؟ تركيز ان الامونيا اس 2 قسمه تركيز النيتروجين اس 1، ليه اس 1؟ عشان هنا ما في شيء، ضرب تركيز الهيدروجين اس 3، ليه اس 3؟ اس 3 عشان اس الرقم المعامل او الرتبه اللي على اليسار. هذا القانون في منتهى البساطه. القسم الثاني اللي هو الاتزان غير المتجانس، معناه ان الحالات الفيزيائيه مش كلها في نوع واحد، يعني المتفاعلات والنواتج فيها حد مختلف. زي ايه؟ اهو لما نبص المعادله دي مثلا، دي ماده بيكربونات الصوديوم او يسموها كربونات الصوديوم الهيدروجينيه، حالتها سوليد. طيب ده ثاني اكسيد الكربون غاز او بخار، ده الماء بخار برضه الماء، خلي بالك الرمز الميه عادي هو يكون بخار او سائل، تمام، او غاز يعني. هنا كربونات الصوديوم، دي بيكربونات الصوديوم، دي كربونات الصوديوم، حالتها سوليد او حاله صلبه. طب هنا يا اولاد المواد اللي موجوده عندك في نفس الحاله الفيزيائيه ولا في اختلاف؟ في اختلاف، يبقى اتزان ايه؟ غير متجانس. يبقى تكون المتفاعلات والنواتج في اكثر من حاله فيزيائيه ببساطه شديده. لما اجي اكتب القانون حقتها اللي هو ثابت الاتزان ببساطه شديده، هنا خلي بالك من حته في حاجات غايبه، انت ملاحظ ان القانون ناقص؟ لا مش ناقص، بس هو في فكره. اي ماده سوليد صلبه ما تتكتبش في القانون، لو في ماده سائله برضه مش هتتكتب، اللي هي حرف ال ما يتكتب برضه. ليه يا استاذ؟ لان تركيز الماده الصلبه وتركيز الماده السائله في الاتزان الغير متجانس قيمته بواحد، ثابت بواحد. عشان كده الواحد لو انت هنا هتاخد نواتج هتاخد الثلاثه دول تضربهم في بعض، ده مش هاخده معايا. اشمعنى ده مش هاخده معايا؟ لانه سوليد وبعدين قيمته بواحد، فالضرب بواحد هنا ملوش لازمه. لكن تاخد، امال تاخد يا استاذ؟ الحاله الغازيه ولو في حاله اكوس اللي هي بنسميها، تمام، اللي هي محلول يعني. طيب فين المقام هنا اللي هي المتفاعلات؟ برضو على واحد. ليه على واحد؟ لان ده قيمته بواحد عشان سوليد او ماده صلبه. عشان كده القانون يتلخص في المادتين دول بس، حاصل ضرب المادتين دول بس، دول في مين؟ النواتج، ودول كانهم فوق في البسط يعني على واحد. ده ثابت الاتزان اللي هي الاتزانات الغير متجانسه. طيب ده كلام احنا علقنا عليه، الاس بواحد او ال بواحد لان في حاله ثبات. خلي بالك معايا جدا بقى في العوامل المؤثره على حاله الاتزان او في حاله الاتزان. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ايه اللي يخلي الاتزان يحصل فيه خلل؟ يعني ما يخليش السرعتين متساويتين. احنا قلنا امتى بنصل الاتزان في اللقاءات السابقه؟ معناها سرعه التفاعل الامامي تساوي سرعه التفاعل العكسي. ده الاتزان اللي احنا بنتكلم عليه. طيب اذا ادخلنا شيء او حذفنا شيء، يبقى دي اسمها العوامل المؤثره على حاله الاتزان، هتعمل خلل في الاتزان، ما هتخلي السرعتين متساويين اللي هو سرعه التفاعل ناحيه اليمين او سرعه التفاعل ناحيه اليسار، هتخلي احد التفاعلين اسرع من الاخر لو انا دخلت بعامل خارجي. هي دي اسمها العوامل المؤثره على حاله الاتزان. دي درسها عالم اسمه لود شاتيليه، لود شاتيليه، خلاص فرنسي. لا حط طبعا مبدا هيشتغل عليه الراجل ده اللي بنسميه مبدا لود شاتيليه، له نص معين قال لك اذا بذل جهد على نظام متزن، يعني التفاعل متزن، اذا دخلت حاجه خارجيه يعني، فالجهد ده او العامل اللي هياثر ده هيزيح النظام، يعني هيخلي النظام يتحرك في اتجاه تخفيف اثر هذا الجهد، يعني عشان خاطر يخلص من العامل المؤثر ده هيتخلص منه او يشتغل عليه لحد ما ينتهي تاثيره. هذا ملخص الكلام بتاع لود شاتيليه. يبقى اذا بذل جهد على نظام متزن، على تفاعل متزن، فإن ذلك
الجهد يؤدي لإزاحة النظام، يعني خلي النظام يشتغل على تخفيف أثر هذا الجهد. ده نص مذكر شوتليه، ركز لي عليه. طيب هنبدأ نشوف يا أولاد الجهد اللي هي العوامل المؤثرة، يعني زي ما اتفقنا من شوية، العوامل المؤثرة على الاتزان أو التحكم في الاتزان، أو العوامل التي تؤدي للتحكم في الاتزان، بتخلي التفاعل أسرع من الآخر، يعني هيحصل خلل في الاتزان، يعني السرعتين مش هيكونوا متساويين. إيه العوامل دي يا أستاذ؟ هناخد إذا غيرنا التركيزات أو التغير في التركيزات، يعني كميات المواد، إذا غيرنا في الضغط أو الحجم إذا كان التفاعل كله غازات أو أبخرة، إذا غيرنا في درجة الحرارة هيحصل مشكلة في الاتزان، إذا أضفنا مواد حفازة هيحصل خلل في الاتزان. يبقى دي اسم العوامل المؤثرة في حالة الاتزان، الأربع حاجات دول. طيب الأربع حاجات هنا لو إحنا غيرنا في التركيز هيحصل إن التغير في التركيز ده هيؤدي إلى خلل في الاتزان. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني عندك لو حصل مثلا ضفت مادة متفاعلة، هو المادة المتفاعلة بتكون فين؟ ناحية اليسار. لو أنت ضفت مادة من المواد اللي على اليسار، طبعا تركيزها هيؤدي ان التفاعل ده يزاح ناحيه اليمين، هيكتر ناحيه اليمين عشان يتخلص من الماده اللي انت ضفتها، يبقى تتحول المتفاعلات الى نواه، يبقى سماها يزاح التفاعل ناحيه اليمين علشان تتحول التركيزات الزياده في المتفاعلات الى نواتج، وبعدين نصل الى حاله الاتزان مره اخرى. يبقى ضغط ماده متفاعله، اي ماده من المواد اللي على اليسار يسالك عليها، انا هوضح لك في المثال، انا عارف الكلام النظري هيبقى في الجزئيه دي في ربك شويه او في التباس عليك، لكن ما تخاف في المثال هتتضح الرؤيه دي، وهنرجع نقول الكلام ده تاني. يبقى يزاح الاتزان ناحيه اليمين، يعني ناحيه النواتج، اذا حطيت حد من اليسار، يعني اذا اضفت ماده من ناحيه اليسار. طيب لو حذفت عكس الاضافه، يعني انت لو شلت ماده من المواد اليسار قللت من تركيزها، هيزاح التفاعل ناحيه اليسار. تمام، ده بالنسبه. طيب العكس بقى، اخش ناحيه اليمين اللي هو النواتج، اذا اضفت ماده نتيجه هيمشي التفاعل ناحيه ايه؟ ها، اليسار. تمام، يزاح الاتزان ناحيه اليسار، ناحيه المتفاعلات، يعني يدي متفاعلات اكتر. رقم 4، حذف ماده ناتجه، يبقى انا بقول في كل واحده منهم اضافه او حذف. في المتفاعلات هقول اضافه واقول حذف، في المواد الناتجه او النواتج بقول اضافه واقول حذف، يعني بنقص الماده، اقول اضافه كلمه حذف او نقص يعني. تمام، هنا يزاح ناحيه ايه؟ اليمين او ناحيه النواتج. الكلام ده ما تخافش منه، ما لخبطه، انا هفهمك اللخبطه دي بس في المثال هتكون ابسط ما يكون. تمام، في ملاحظه، قيمه ثابت الاتزان في كل الحالات لا تتاثر بتغيرات التركيز، يعني مهما غير التركيز ثابت الاتزان قيمته لن تتغير، لان ده عمليه لحظيه بتتم، ان يحدث خلل في الاتزان وبعدين يعود الاتزان مره اخرى عند اضافه او حذف ماده، اللي هي يعني زياده التركيز او نقص التركيز. طيب لما نبص مع بعض في الضغط او الحجم، الاثنين دول مرتبطين ببعض، وتكون كل لازم يكون التفاعل في غاز، لازم يكون التفاعل في غاز او كله عباره عن غاز او بخار، يعني حرف الجي دايما هتلاقيه موجود. اذا ما كان في جي يبقى التفاعل ده مش هينفع فيه التغير في الضغط او الحجم، يعني اذا كان حرف الجي مو موجود يبقى التفاعل ده مش هتطبق عليه الضغط ولا الحجم، ده لازم يكون التفاعل فيه حد غاز او بخار. طيب لما نبص مع بعض احنا هنا كده، الضغط هنا في مشكله مش هيبقى موجود في المعادله، كلمه الضغط او حرف البي زي البريشر، يعني مش هتشوف انت في المتفاعلات ولا في النواتج. طب كيف هحكم على شغل الضغط؟ التركيز معروف ان الماده الفلانيه بزود تركيزها وانقص اللي هي البند الاول، البند الثاني الضغط او الحجم مش موجود في المعادله. خلي بالك معايا في الحته دي مهمه جدا. اول ما شايف تبص للمعادله بشوف عدد المولات اللي على اليسار وعدد المولات ناحيه اليمين، الغازات بس. تمام؟ تجمع المولات اللي في اليسار اللي هي في المتفاعلات لحالها، وتجمع المولات اللي في اليمين اللي هي في النواتج لحالها، وتشوف مين الاكبر في عدد المولات وتحطه مع الضغط. ده ملخص الموضوع، خلي بالك، وبعدين تزود الضغط او تنقص الضغط، او تزود الحجم او تنقص الحجم. مع للمره الثانيه، عارف الكلام اللي بقوله فيه صعوبات، عارف، ولكن في المثال هيجي دلوقتي هنلم العوامل كلها في جدول انا عامله لك هيفهمك معنى الكلام ده كله. بعد لما تشوف الجدول هترجع الكلام ده تلاقي الكلام ده بسيط جدا 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 على مسؤوليتي. طيب لما نبص مع بعض هنا، الحجم عكس الضغط، يعني ايه يا استاذ؟ يعني انت هتشوف عدد مولات الغازات في اليسار وعدد مولات الغازات اللي هي حرف الجي في اليمين، الاقل هيبقى الحجم موجود في ناحيتها الاقل. انا فاهم، الضغط هيكون مع الاكبر والحجم هيكون مع الاقل، لان الحجم عكس الضغط. طيب وبعدين الاثنين، لا ضغط ولا حجم، بيؤثران في حاله تساوي عدد المولات، يعني اذا طلع عدد مولات المتفاعلات 5 وعدد مولات النواتج الغازيه 5، يبقى ده كده الضغط والحجم مش هيشتغل في المعادله دي برضه. يبقى الضغط والحجم لا يعملان في حاله تساوي عدد مولات في المتفاعلات مع
إن وقتك. كل ده هيتضح معذرة للمرة التانية. تأثير زيادة أو نقص الضغط أو الحجم بنفس طريقة التركيز، يعني نفس الطريقة هي إذا ضفت ضغط وهو في ناحية اليسار هيمشي اتجاه ناحية اليمين، أو إذا حذفت ضغط هيمشي ناحية اليسار. برضو الضغط لا يؤثر على ثابت الاتزان، الضغط لا يؤثر على ثابت الاتزان ولا الحجم يؤثر على ثابت الاتزان، لأنه تأثير لحظي كله. وأنا كاتب لك الكلام ده عشان ما تنسى. التغير في الحرارة برضو نفس الفكرة هي يعتمد التغير في درجة الحرارة على مكان تأثير الحرارة. يعني إيه أساس؟ يعني أجي لك المعادلة، الحرارة تعرف مكانها فين، إذا كانت في اليمين أو في اليسار هتقدر تحكم على التفاعل إن هو طارد ولا مقص، والكلام ده تعرضنا فيه الباب الثاني لازم تربط معايا. إذا كانت الحرارة أولاد موجودة في ناحية اليمين يبقى التفاعل ده اسمه طارد للحرارة، إذا كانت الحرارة موجودة ناحية اليسار يبقى التفاعل مقص للحرارة. طب في شكل تاني، إذا ما جاب الحرارة في التفاعل وجاب لك دلتا اتش على جنب كده تساوي قيمة رقم، دلتا اتش اللي هو المحتوى الحراري أولاد أو التغير الحراري، إذا لقيت قيمته سالبة معنى ذلك إن التفاعل طارد، يعني الحرارة ناحية اليمين. إذا لقيت دلتا اتش قيمة الرقم موجبة معنى كده إن التفاعل ماص، يعني الحرارة ناحية اليسار. الرقم يعني مش عايز أقول لك ما يهمنيش كتير الرقم نفسه، يهمني الإشارة بتاعته. يبقى إذا كانت قيمة الإشارة سالبة تعني إن التفاعل طارد، إذا كانت موجبة تعني إن التفاعل ماص. تمام؟ في يبقى كده هتكون الحرارة ضمن إيه؟ في التفاعل ماص ضمن المتفاعلات، يعني في ناحية اليسار الحرارة تكون. طب هنزود الحرارة، إذا كان التفاعل ماص هنزيح الحرارة هنزود حرارة يبقى يزاح التفاعل ناحية اليمين، إذا نقصت الحرارة يزاح التفاعل ناحية اليسار. خلاص؟ وقيمة الكي هنا في العامل الوحيد اللي هيأثر على قيمة ثابت الاتزان هو درجة الحرارة أو الحرارة. العوامل السابقة كلها اللي هي آسف السابقة كلها اللي هي زيادة التركيز أو نقص التركيز، إضافة حتى مادة حفازة اللي هناخدها دلوقتي، زيادة الضغط أو نقص الضغط أو الحجم، كل ده لا يؤثر على ثابت الاتزان. الحاجة الوحيدة اللي تؤثر على ثابت الاتزان هي الحرارة. يبقى لما يجي لك في الامتحان حتى كده اختر العامل الذي يؤثر على قيمة ثابت الاتزان هو الضغط، الحجم، الحرارة، يبقى الحرارة فقط هي اللي تؤثر. طيب إذا لقيت الإزاحة ناحية اليمين يبقى معنى ذلك إن الكي هتزداد، ثابت الاتزان هيزداد. إذا كانت الحرارة هنا هيحصل فيها نقص يبقى يزاح التفاعل ناحية إيه؟ اليسار، يعني ناحية المتفاعلات. وقيمة كي سوف تقل، أول ما تشوف كلمة يسار هتختار كلمة تقل، أي يمين تختار تزداد، بس ده في حالة درجة الحرارة فقط، مش في حالة الضغط ولا التركيز ولا الحجم ولا الكلام ده كله ولا حتى المواد المحفزة أو المحفزات. التفاعل الطارد يعني الحرارة موجودة ناحية اليمين، زيادة الحرارة هيمشي التفاعل ناحية اليسار، وكي هتعمل إيه؟ هتقل، قلت لك أول ما تشوف كلمة يسار يبقى تقل. طيب نقص الحرارة هيزيح الاتزان ناحية اليمين يبقى ناحية النواتج، يعني يبقى قيمة كي تزداد، كي كيو اللي ثابت الاتزان سوف يزداد. المحفزات، المواد الحفازة دي مرت علينا في الباب الثالث اللي هي مواد تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن دون أن تتغير أو تستهلك. تمام؟ عشان ما بتشتركش في التفاعل، هي بتحفز التفاعل تسرع التفاعل بس ما تشتركش في الموضوع. تمام؟ على زيادة سرعة التفاعل بتساوي يبقى المحفزات بتزود سرعة التفاعل هنا في التفاعل العكسي، يعني التفاعل اللي في اتجاهين بتزود سرعة التفاعل ناحية اليمين وناحية اليسار زي بعض. يبقى أقدر أقول لك لو قلت لك صح وخطأ في الامتحان، المحفزات تزيد من سرعة التفاعل بالتساوي في الاتجاهين، صح؟ طب لو قلت لك المحفزات لا تؤثر على سرعة التفاعل أو لا تؤثر على حالة الاتزان، يعني صح برضه. كيف يا أستاذ؟ هي تزود ولا ما تزود؟ تزود سرعة التفاعل في الاتجاهين، يبقى كأنها ما عملت شيء جديد، لأن هي بتزود بنفس القيمة. يبقى لو قال لك المحفزات لا تؤثر صح، لو قال لك تزيد سرعة التفاعل في الاتجاهين بالتساوي برضه صح. تمام؟ يعني زي ما بقول الكلام اللي احنا بنقوله، المحفزات أو العامل الحفاز يعني لا تؤثر في حالة الاتزان، يعني ممكن لما تزود السرعة بنفس القدر أو السرعة الأمامية والسرعة العكسية بنفس القدر يبقى كأنها لا تؤثر. وايضا لا تؤثر على كي، يبقى العامل الوحيد لو انت لاحظت اللي بيؤثر على كي هو درجه الحراره. يبقى كده احنا خدنا الاربع ايه مؤثرات. زي ما بقول كده الكلمه دي مهمه جدا. المثال الثالث توضيحي وشامل للعوامل المؤثره على حاله الاتزان، اللي هم الاربع عوامل اجملناهم في باب واحد او في سؤال واحد، هنشوفه مع بعض دلوقتي. تمام؟ بص معايا يا سيدي، بص للتفاعل ده سريعا كده عشان تجمل الموضوع. كل اللي فات الكلام الكتير اللي احنا قلناه هيتلخص في الجدول ده، وسهل جدا جدا جدا. ازاي يا استاذ سهل الكلام ده كله؟ بص يا سيدي،
دي معادلة كيميائية، تمام؟ متجانسة أعتقد، كله غاز. الحرارة هنا جايبها لك بالقيمة، لأن لو حط الحرارة هو ممكن ما يحطش حرارة بالشكل ده، يحط زائد هنا 500 300 206 زي كده. إذا لقيت الحرارة في اليمين يبقى التفاعل اسمه طارد، إذا لقيت الحرارة مع الناس دي في اليسار يبقى التفاعل ناقص. هنا مش مع حد، خلي بالك، لأن لو كان هيبقى زائد هنا هتطلع أول ما تشوف دلتا اتش معناها منفصلة. هنا في مشكلة بقى. أول ما تشوف الإشارة دي مهمة جدا جدا جدا. يعني الإشارة سالبة، معنى ذلك أن التفاعل طارد للحرارة، يعني المفروض الحرارة دي تتحط ناحية اليمين. يبقى مين اللي بيعرف الحرارة في اليمين وفي اليسار الإشارة دي؟ ما هي من الرقم ده؟ عشان تبقى فاهم الجزئية دي. طيب وبعدين احنا عايزين ندرس بقى التأثيرات المختلفة اللي احنا قلنا نزود حجم، نزود ضغط، نزود حرارة، نحط محفز، العوامل اللي أخدناها كلها أنت تتظبط معاك هنا. طيب هنا أدي المعادلة، بص على المعادلة كويس من أول هنا، سيبك من الرقم زي ما قلنا احنا، المعادلة إيه؟ عايز إيه أنت؟ ده السؤال اللي هيجيني، ماذا يحدث عند زيادة الهيدروجين أو زيادة تركيز الهيدروجين؟ القوس المربع ده اسمه تركيز. زود يا أستاذ تركيز الهيدروجين. الهيدروجين هنا موجود فين في الأربع حاجات دول؟ أهو في المتفاعلات. أول ما زود أي شيء في المتفاعلات التفاعل يجري ناحية اليمين. يعني لو قلت لك زود سي أو يتجه التفاعل ناحية اليمين أو اسمه يزاح ناحية اليمين. زود اتش 2 يزاح ناحية اليمين، دي الإجابة اللي أنا عايزها. يبقى ماذا يحدث لحالة الاتزان؟ هيسرع التفاعل الأمامي أكتر شوية. وبعدين هيرجع للاتزان تاني. طب ماذا يحدث عند زيادة سي اتش 4 مثلا؟ زود سي اتش 4 هيمشي التفاعل ناحية اليسار. طب زود اتش 2 أو هيمشي التفاعل ناحية اليسار. يبقى المكان اللي يزيد فيه الشيء يمشي التفاعل في الاتجاه الآخر. طب ناقص، لو اقول لك ناقص سي او هيمشي التفاعل ناحيه اليسار، ياخد من اليمين يدي اليسار. ناقص اتش 2 يبقى يمشي من اليمين لليسار. طب ناقص سي اتش 4 اللي هو الميثان ده هيمشي التفاعل من اليسار لليمين، خلاص يبقى يمين ناحيه اليمين. اتش 2 او نقصت يبقى برضه ياخد ناحيه يزاح ناحيه اليمين، تمام كده. طب انا عايز هنا سؤال ارجع ليه تاني، زياده اتش 2 يبقى انا هيمشي التفاعل من اليمين من اليسار لليمين، يبقى يزاح ناحيه اليمين وخلاص. خلاص يا شباب. طيب هنا بالنسبة لزيادة الضغط، الضغط فين يا أستاذ؟ ما في ضغط يا أستاذ، مش واضح الضغط هنا خالص. طب وما أنت هتعمل إيه في الحالة دي؟ تمام؟ هنا الضغط هنا هتعرفه من عدد المولات، ده طبعًا تفاعل ده غاز ينفع، كله غاز ينفع معاه الضغط. هنا واحد وهنا كام؟ ثلاثة، يبقى المولات هنا كام؟ أربعة. طب هنا كام؟ واحد وهنا واحد، يبقى دول كام؟ اثنين، يبقى عدد المولات في اليسار أكبر، يبقى الضغط مع الناس دي. طب وبعد كده الضغط، يبقى كأن هنا هحط حرف بي زيادة. يبقى البريشر مع الاثنين دول، عرفت كيف؟ من عدد المولات. طيب هو سؤاله يبقى انا لما مجرد ما حد يحدد مكان الضغط اشوف السؤال. عايز ايه عن الضغط انت هنا؟ ازود الضغط، الضغط هنا عند اليسار يعتبر كانه ماده ثالثه هنا يعتبر. لما ازود الضغط يتجه التفاعل ناحيه ايه؟ اليمين. اه. يبقى اي شيء يزيد في طرف يزيح التفاعل الناحيه الاخرى عشان تبقى فاهم، زي اي عامل. خلاص؟ طب هنا الحجم مع مين؟ مين شاطر يقول لي؟ الحجم مع مين هنا؟ مع ناحيه اليمين. ليه؟ لانه 2 مول، هنا واحد وهنا واحد، يبقى دول كلهم كام؟ النواتج ب 2. طب دول بكام؟ ب 4، عشان واحد وثلاثه 4، يبقى الحجم مع دول. طب عايز ايه في الحجم انت؟ نقص الحجم، اول ما نقص الشيء يبقى التفاعل يمشي من اليسار لليمين، يبقى يوزع ناحيه اليمين. طب اضافه المحفزات بتعمل ايه؟ المحفز قلنا هنعمل ايه من شويه؟ هيزيد التفاعل في الاتجاهين، في الامامي والعكسي. طب زياده الحراره، الحراره فين هنا؟ احنا اتفقنا الحراره مش باينه، لا هنا باينه ايه؟ سالب، معناها ناحيه اليمين هنا. طب عايز ايه في الحراره؟ انت عايز تزود ولا تنقص؟ زيد الحراره يبقى التفاعل يمشي ناحيه اليسار على طول. اي زياده في طرف تزيح التفاعل في الناحيه الاخرى. زيد الحراره يبقى يمشي التفاعل ناحيه اليسار. طب لما يمشي ناحيه اليسار هتقل قيمه كي، تمام؟ لكن هنا في كله تلاحظ ايه؟ هنا لا تتاثر الكي مع كل العوامل الا مع درجه الحراره. وده سؤال زياده. سي اتش 4 ايش بيحصل لها؟ انا لما امشي من اليسار لليمين يبقى التفاعل هياخد من اليسار يدي اليمين، يبقى تحصل ايه؟ تسداد. يبقى اي يمين في الحاجه اللي بيسال عليها ايه؟ تعرف مكانها فين، وبالتالي تعرف هيزيد ولا يقل. السي اتش 4 دي هيحصل ايه؟ تسداد. طيب يا تسداد ليه؟ عشان ناحيه اليمين، يعني هياخد من اليسار يدي اليمين، تمام كده؟ طب هنا زياده الحراره هيحصل هنا؟ هيزاح ناحيه اليسار، يبقى الكي تقل. طيب هيمسك من اليمين اليسار، يعني يزاح ناحيه اليسار، يعني ياخد من اليمين يدي اليسار، يبقى سي اتش 4 يحصل لها ايه؟ اللي هي بيسال عليها، هتنقص او هتقل. والى هنا يا اولاد نصل لنهايه الجزء اللي هو العوامل المؤثره على حاله الاتزان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.